تعالى بس، انا نفسي اسالك سؤال من زمان ونفسي ترد عليه. هو انت ليه لحد دلوقتي بتدعم كابتن محمود الخطيب في كل القرارات اللي هو بياخدها كرئيس نادي اهلي؟ انا عارف ان انت لسه ماشي بمبدا ان انا مشجع للنادي، يبقى ادعم اي حاجه في النادي، وطبعا رئيس النادي وكمان ده كابتن محمود الخطيب. الموضوع مش كده، احنا كلنا بنحب ال 11 لاعب جوه الملعب، كلنا بنحب فريق النادي الاهلي لكره القدم، وكمان ممكن نشجع فريق السله وفريق الطايره واي حاجه تتم النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه، بس مش ما عندناش استعداد ان احنا نقعد نطبل لمجلس اداره احنا شايفين ان هو سيء وكل قراراته سيئه لمجرد بس ان هم مجلس اداره النادي الاهلي. يا عم الموضوع مش مقدس، والموضوع مش لازم ان انت تدافع عن الناس دي. الناس دي بتعمل حاجات كتير قوي غلط، والناس دي فكره ان هي تروح تفاوض مع اتنين لعيبه عندهم 35 و36 سنه وتديهم فلوس والمبالغ الطايله دي، الموضوع صعب جدا. هتقول لي بيراميدز، اقول لك بيراميدز نادي خاص. هتقول لي انت مقتنع بكلام كابتن مجدي عبد الغني؟ اقول لك اه مقتنع بيه تماما، وان الكلام اللي هو حصل في مفاوضات الاهلي واحمد فتحي ووليد سليمان هو ضرب من الخيال، غير ان احمد فتحي كان مستنيهم ان هم يقولوا له شكرا، بس هو فضل ياخدهم مراجيح لحد ما قال لهم مش هجدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا اسطى، انت ازاي بتتكلم كده على محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، وازاي ما بتتكلمش على الناس دي بيتحاربوا؟ لا انا مش مقتنع ان الناس دي بتتحارب، انا مقتنع ان الناس دي بيوهموك بحاجه معينه، والحاجه دي توصل لحد ما انت تصدقها، وفي الاخر بعد ما انت ما تصدقها تكتشف ان الكلام ده بلح. كانوا ممكن تركي الشيخ عمل بيراميدز علشان خاطر يوقع النادي، وعلشان خاطر يمنع النادي من التعاقد مع لعيبه ويحرم النادي من البطولات، ومع ذلك الكلام ده اظهر ان هو لحد دلوقتي فيستك، انما لحد السنه الجايه ولا بعدها ولا بعد بعدها بالاسلوب اللي احنا شايفينه ده، بيراميدز ممكن يكون غول وحش في الماركاتو، ويكون غول وحش في البطولات، طول ما الاهلي بيتضرب بطريقه سيئه جدا لدرجه اللي احنا شايفينها. مفيش بدل اللعيبه الموجودين، دي بتاع لجنه فنيه، كل القرارات اللي بياخدها مجلس الاداره قرارات بتحطه هو ورا الستاره، اروح اجيب ناس هم اللي يمسكوا اللجنه الفنيه، بحيث ان هم لما يعملوا حاجه اللجنه نجحت، ولما ما يعملوش حاجه اللجنه فشلت، وانا ابقى بعيد تماما عن كل حاجه، لان انا السنه الاولى ليا كرئيس نادي الموضوع كان بالنسبه لي كنت انا بلبس كل حاجه، وكابتن محمود الخطيب اتعود ان هو يستخبى ورا الناس. بس مع الاسف الشديد لسه لحد دلوقتي في ناس شايفه ان كابتن محمود الخطيب هو احسن رئيس نادي علشان خاطر هي حابه كابتن محمود الخطيب. انا بحب محمود الخطيب، بس انا مقتنع ان الراجل من ساعه ما جه النادي ما خدش ولا قرار صح غير قرار تعيير ريني فايلر، وكمان القرار ده على حسب الحاجات اللي هو كان بيعلنها لنا، ان انا هجيب مدرب كلاس ايه وهجيب مدرب عالمي وكل البلح ده، احنا كنا عارفين ان هو بيقول اي حاجه علشان خاطر يبين ان في حاجه صح هتتعمل. وبعد كده حتى المدرب اللي هو راح جابه ما كانش واثقين فيه، وكانوا بيقولوا ان الموضوع اختيار كابتن طه اسماعيل واللجنه الفنيه تتحمل كل حاجه، وبعد كده قال لك بس الموضوع زي الفل والراجل مدرب عالمي وده تم باختيار كابتن عمله، واي حاجه هينسبوها له. يا جماعه النادي الاهلي بيتم ادارته بطريقه سيئه وبطريقه فاشله، كل الملفات بيتم المعامله معاها بطريقه سيئه، تعامل مع اللعيبه الكبار ما فيش حاجه اسمها ماتشات عزاله للنادي مجبر ان هو يعملها لك، او مهرجانات او اي حاجه، هي موجوده بس لو عندنا واحد زي تركي الشيخ بيدعمنا، واحد زي تركي الشيخ احنا باينين عليه كل حاجه من اول برنامج الانتخابي لحد بعد ما ننجح، لحد بعد ما نسقط، لحد بعد ما نتخانق في المجلس مع بعض مين اللي يترشح، نروح احنا الاثنين ندور على دعم تركي الشيخ، وتركي الشيخ هيدعم مين فينا. ولما تركي الشيخ بيقفش علينا في موضوع احمد فتحي وحسام عاشور، مفاوضاتنا مع عاشور مع فتحي تفشل، ومفاوضاتنا مع عاشور ما يتمش تحديد الموضوع رايح فين، عاشور هيعتذر ولا الدنيا تبقى بالنسبه له ضبابيه. يا جماعه الناس دي حرفيا ماشيه بتركي الشيخ في ايديها، تحس ان هو في عيل صغير مش عارف يتصرف اي تصرف في حياته، فبيروح لبابا، تعالى يا بابا تركي تعالى حل لي كل المشاكل اللي انا فيها، مش عارف اجدد اللعيبه، مش عارف اعمل كذا، مش عارف حتى احط بديل لاحمد فتحي ان انا اتعاقد معاه، تعالى انت لو سمحت شوف لي اي حد اجنبي ادفع فيه فلوس وهاته. اللي هو في ايه بالظبط؟ ما ده احنا لو الناس انتخبتكم على تركي الشيخ يبقى هو راس مجلس الاداره. طب ما تقول يا جدعان، انا كنت بقول يا جماعه الناس دي معتمد، بس بجد انا زهقت من التعامل مع تركي الشيخ بالطريقه دي. انا الراجل عارف اخركم، عارف ان انتم مش هتتحركوا من غيره، فالموضوع بالنسبه لكم بقى صعب. ازاي تقعد تعمل عقد مع وليد سليمان ب 22 مليون جنيه في السنه في سنتين؟ ازاي بس؟ انت بتهرج ولا بتتكلم بجد؟ طب اهو احمد فتحي كنت مجبر، علشان خاطر فتحي كان نسبه مشاركته الفتره الاخيره كانت عاليه، وكانت بتقول ان هو يركب له شهر شهرين بعد التعاقد، انما كابتن وليد سليمان احنا اساسا بندور له على مكان في الملعب. والله يعني مستر ريني فايلر بيدور على ان هو يلعبه شال سترايكر مهاجم تاني، وساعات يدوروا على صانع العاب، وساعات تاني يحطه على الجناح، يعني مش مجبر انك تجدده بفلوس كتير زي كده. وكمان ايه، طلع لما حد بيتكلم على العقد بتاعه يطلع يقول لك الكفاله التسليم، اللي هو كابتن وليد يعني اقعد على جنب كده وقول ربنا يبارك لي في الفلوس اللي انا خدتها من الناس دي، والفلوس اللي انا وصلت بيها المفاوضات مع الناس دي، اللي هو احمد ربنا ان انت لقيت حد تستعبطه بالطريقه دي. اللي هو يا جدعان انتوا بتهزروا، في 35 و36 سنه بيحط شروطهم على الفرق؟ ده كريستيانو رونالدو لما قعد يقول لي بيريز عايز كذا وعايز كذا قال له امشي، اللي هو كريستيانو رونالدو. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ غير ان الكوكب كله والمجره كلها بتتكلم على حاجه، تخفيض عقود اللاعبين. حتى وين روني طالع ان هو يقول اللعيبه بتتظلم واللعيبه بلا بلا بلا، طالع يدافع عن اللعيبه.
انما احنا بنتكلم في حاجه تانية، احنا بنتكلم على ان احنا هندي اللعيبه فلوس، واتوقع يعني ان الاهلي ولا الزمالك بيدوروا على الموظفين الغلابه، لان الموضوع معروف بالنسبه لهم، اي تضخم او اي حاجه يمشوا شويه موظفين، انما فكره المساس بعقود اللعيبه ممكن مشتري محترم منصور يعملها، لانه شخص يحب الشو، بيحب كل ده، غير ان هو شخصيه قويه للامانه، لو قال اي قرار اللعيبه هتتقبله غصب عنها، انما في النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب لا يجرؤ ان هو يعمل كده، حتى بمساعده من تركي الشيخ وفلوس اللعيبه تاخدها من تحت الترابيزه برضه ما ينفعش يطلع كده. كابتن محمود الخطيب لو فكر ياخد القرار ده ممكن يحطه في اللجنه الفنيه، اللي هو اللجنه الفنيه اطلعوا انتوا قولوا كذا، طب اللي هو دي حاجه تخصصي كذا. بص، في حاجات غريبه والله، في حاجات غريبه، اللي هو اساسا من امتى في لجنه فنيه بتقعد تتعاقد مع لعيب؟ طب واللجنه يا جماعه، هو مش مدير كوره ورئيس نادي، ولا هم كانوا بيقعدوا مع عبد الله فشل في التعاقد معاه، فقال لك اجيب ناس تانيه. يا عم الحاج، الموضوع في الاهلي بيتم ادارته بطريقه عشوائيه وطريقه سيئه. انت بقى فاهم ان اداره الاهلي اداره ملكيه واداره ما بتغلطش. كنا بنقول ان احمد شوبير وهنا بوريدا مش هيقدروا يترشحوا في اتحاد الكوره مره تانيه، تخيل ان احمد شوبير وهنا بوريدا هينزلوا قدام بعض الدوره الجايه. انت في منظومه كلها فاسده وفي منظومه كلها فاشله، فانت بتتكلم في ايه؟ واحد مستبعدينه وهو استقال علشان خاطر الفضائح الكتير اللي كانت موجوده في عهده، وازمه نجم التحرش، والازمات الكتير اللي كانت موجوده، والحفله اللي كانت موجوده في معسكر المنتخب، وهيرجعوا للساحه. فانت متخيل ان مجلس اداره الاهلي شويه ملايكه؟ يا عم مش هقول لك حاجه، والله ما اقول لك حاجه غير ان انت بتشتغل نفسك وتضحك على نفسك. مفيش منظومه فعلا ناجحه في مصر، ما تصدقش الكلام ده. كلها الفساد بيعدي من جنبها، وكلها الفشل بيعدي، وكلها الوسائل، كل الحاجة ممكن تتخيلها بتحصل، وكلها برضو سوء الإدارة وسوء التنبؤ باللي هيحصل مستقبلا وسوء الخطط المستقبلية، ومش عايز أقول لك إن مشروع الاستاد فيستك وكل حاجة. يا عم أنت عديت حاجات كتير اللي كانت محمود الخطيب، جت على موضوع وليد سليمان، عدي عدي زي ما عمال تعدي كتير.